بعد الاحتفال بذكرى ثورة الشعب المصري الناصرية، صار يوم عيد الجمهورية، وقت اللي الشعب التونسي الكل دعا واستعد باش يعلق على ما تونس وترفرف، مع العلم وأنه ثم من دعاة الفشل والنفاق والخيانة والإرهاب اللي قال ما احناش منه. اليوم زاد اغتيال بتاع إنسان عرف تحت قبة مجلس تأسيسه في الفضاءات العامة بصوته الصريح بصوته الواضح، قداش الشعب هذا باش يعطي دمه، قداش باش يبكي باش هذوما العباد يكونوا اللي راهم فاشلين. حتى النداء، ما تنجمش مدينة، كلها هذه السلطة القائمة اليوم كلها راح